أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج شخصية ومسيرة، لكي تتعمق في تاريخ أمة جزائرية عاشت الويلات مع الاستعمار الفرنسي، ولكي تبحث عن قليل من الحقيقة. عندما تبدأ في خطاك وتمشي إلى الأمام ستجد نفسك أو ترى على الأقل سرابا يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الاستعمار الفرنسي عنده. هكذا هو تاريخ الجزائر، كتبه الاستعمار الفرنسي وزيف فيه الكثير والكثير. وعندما تبحث عن من يعطيك شهادة قليلا على الأقل فيها نوعا من الحقيقة وعمقا في تاريخ الأمة الجزائرية، ستصبح في خبر كان، أو على الأقل ستتعب إن وجدت فردا واحدا. اليوم في برنامج شخصية ومسيرة سنتحدث على شخصية من الشخصية الجزائرية كانت الأبرز في ثورة التحرير الكبرى وفي الحرب العالمية الثانية، وكانت الأبرز كذلك بعد ثورة التحرير وفي الاستقلال وفي الصراع عن السياسة والمناصب والبحث على الأقل على مجد الجزائر. اليوم سنتحدث على العقيد سليمان دهيلس، أو الذي كان يلقب وقتها العقيد الصادق. هو من مواليد راضية تيزي وزو، انخرط في صفوف حزب الشعب في الأربعينيات منذ 1945. أصبح من رفاق كريم بالقاسم الذي التحق بالجبل بداية 1947. انتقل هذا الرجل إلى فرنسا للعمل هناك عند اندلاع الثورة، وكان من السباقين إلى الالتحاق بصفوف المجاهدين، إذ انضم للثورة يوم 2 نوفمبر 1954. شارك في مؤتمر الصمام ممثلا للولاية الرابعة، والذي أصبح قائدا فيها بعد ذهاب أعمران إلى تونس سنة 1957. رقي بعدها إلى رتبة عقيد قائد ولاية، وصار عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ثم عين في قيادة العمليات العسكرية، وشغل منصب نائب العقيد هواري بومدين في الجبهة الغربية للاستقلال. سيتحدث لنا عن تاريخه اليوم نجله وابنه السيد دهليس علي. أهلا بك السيد دهليس علي. أهلا وسهلا، وشراكم لباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. شكرا على قبولك لدعوتنا. مرحبا بكم. الله يخليك يا رب. اليوم سنتحدث على أبوك، هذا الأب الذي كان قائدا من بين قوات ثورة التحرير الكبرى، هذا العقيد الذي ما ترك في هذه الجزائر سوى الحرية والاستقلال. حدثني عنه، عن بدايته، كيف كان، كيف يعيش في الحرب العالمية الثانية. سليمان دهيلس زاد 14 نوفمبر 1920 في واديا في جورجيا، 30 كيلومتر على تيزي وزو، بعد الحرب العالمية الأولى. باباه جدي دهيلس رمضان غير كما رجع من الحرب العالمية الأولى، لا بروميير غير مونديال 1914-1918، لا غير 14-18، يسميوها الحرب الكبرى، لا غران غير. كي رجع سليمان زاد 5 سنين بعد ما يزيد 1925، باباه توفى رمضان دهيلس، وهما ما فهموش وعلاش مات، على خاطر في هذيك الحرب العالمية الأولى الألمان كانوا يضربوا بهذاك لو غاز شيميك، لي غاز موتارد، لا موتارد لي كانوا يسموهم لي بولو، وكان ينوض لهم شعر، وكان تقتل هذاك المرض غير يقيسك هذاك لو غاز 4 سنين 5 سنين. دونك غير ولا بعد ما يزيد سليمان بابا، توفى بابا 1925، دونك صباح عايش يعيش مع يماه وخواتاتو. دونك راح لمسيد، دونك كانت عائلة قليلة فقيرة، ما كانش كان يروح خرجوا من المسيد الأستاذ الانستيتوتور القاوري، قالوا سليمان ما راكش لابس مليح، ما راكش لابس لبسه كيما اولاد القياده لي كايد. كان فقير، كان قليل. باباه مات
والاستعمار الفرنسي ترك كل الناس فقراء، كل الناس كانوا فقراء. بيان سور كان غير شي ناس كانوا لي كانوا يشتغلوا لي كان يشتغلوا مع الكولون وكانوا يشتغلوا مع فرنسا اللي كانوا لاباس بيهم ليك هادو مالا. والكتره كانوا في الفقر. دونك خرج من المسيد ابكى راح يشوف يماه جدتي، قالها اي كما يقولوا القبائل كامل اي عيد اي يما ما انت بالقبائليه اي في بلاد القبائل في ججل يقولوا يماهم اي. قالها الشيخ حاوزني، قالت له عليه كل عطله في خير. دونك راح يخدم مع يماه، يلقطوا الزيتون كان يعاونها. اكبر 18 سنه بدا يبعد، دونك راح يخدم في الفيرمات الرويبة. كان يحبط ما وقبل ما يحبط الرويبة كان يحبط عند واحد الكولون في تيزي وزو. ان كولون كان هو اوسي قليل مي كان 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 يغرس الكرومبيت. والكولون كان عنده كانت عنده شريطة وما كانش عنده احمر حاجاكم ولا امولي باش يجبد الشريطه. يقولوا سليمان علي، قالوا عمرها شريطه بالكرمبيت وروح جبدها انت وانت اللي تجبدها. 18 سنه كان يروح من تيزي وزو حتى البرج منايل يكركرها يجبد فيها. الفقر لانه ما كاش فلوس، وي باسكو لازم يوكل يماه واخواتاتو واخته واخوه صغير. طول الجور يروح من تيزي وزو الصباح يجبد الشريطة حتى البرج منايل، يروح عند واحد وصاه عند واحد قوري واحد اخر يحط له الكرومبيت ويولي بالشريطة فارغة. ومن بعد قال نبدل الخدمة، حبط الرويبة لا فيل بعد الرغاية راح يخدم عند نوت كولون لي فوندونج تيزورين العنب. طبعا كان يبدل خدمات هكذاك 20 سنه 21 سنه اون بيان سوني كما لا ماجوريتي سا ماجوريتي بلغ 20 21 سنه. قال هذه الحياه هذه ما خلاص تعبات الحياه تعباته بزاف خاصه الاستعمار. وقالوا له صحابو قالوا له فرنسا راهيك توجد الديباركومون نتاع الامريكان والانجليز تحت قياده لو جينيرال ايزنهاور. دونك الامريكان والانجليز كانوا رايحين ينزلوا في شمال افريقيا يديو الجزائريين المراركا والكحالش تاع السنغال. دونك قالوا له صحابو راهيك فرنسا حطت لي زافيش في تيزي وزو الجزائر، روجواني لارمي فرونسيز روجواني لا لا غراند ارمي بور كومباتر لي فورس دو لاكس. لي فورس دو لاكس هما لي نازي مع موسوليني. وقال منها نسافر ندخل كاجي كيما تزيريين كمل كان بزاف لي كاجي اولوف اولوف المؤلف اولوف اولوف 250 كان اللي فرضت عليهم فرنسا باش يكاجيو. ايه كان اللي فرضت عليهم نو يا في اون سيليكسيون كانوا كيما قلنا يخيروا نلحقوا ليها. قالوا وين؟ قالوا احبط الميزون كاري الحراش كانوا يسميوها الحراش كازيرنا تاع الركروتمون كما عندنا في باب الواد. دونك احبط ماك خداو اسمو وراك ساكن تيزي وزو يا قالوا له راك باغي تروح معنا تحارب الجيش الالماني. قالوا وي هما ما كانش عندهم فكره واش راح يسرى. هو لانه هو من ناحيه فقير من ناحيه انسان مقراش فوالا ومن ناحيه واحده اخرى لازم يبدل الحياه هذه اللي فرضتها عليه الاستعمار الفرنسي. ابسوليمون دونك هو كما قال ستاني شاب كيفاش تقول هدى عليه هربه باش يهرب من هذا الفقر هذا معيشه الاستعمار. دونك قالوا له روح للخميس مليانه لو سون دو تري وين يجوزوا التست لو تيست دو سيليكسيون كانوا يديروا غير صحاح. وي دونك راح تماك صاب واحد الغشي راه
راح معاه صاحبه دايا. صاب الغاشي كازينة كبيرة وقدام الكازينة واحد القيطون كان فيها داخل قومي باش يترجم اي ان اوفيسي فرونسي بس بعد يصنت وكانوا جزيريين يدخلوا تور دو رول. هاي جات دلتو دخل قعد كيفاش اسمك منين جيت واديا تيزي وزو سليمان دهيلس قالوا حبيت تقاجي قالوا وي قالوا احنا ناخذوكم باش تحاربوا هتلر ادولف هتلر لو فيغور حرب النازيه الحرب النازيه لو ترويزيام رايش قالوا جيش قوي سما هنا هو كان هارب من الحياه هذه اللي تعبانه رايح للموت هاي رايح للموت ابسوليومون وماتوا بزاف و لو تيست كان في الهضره القوري بالكيبي ديالو يصنت يشوف مليح سي تان بسيكولوج هو فهمها من بعد والقومي هذاك تزيري كما هما يترجم وكانت واحدة الصحفة معمرة بالبن وقدامها اتمر قالوا كول قالوا ما ناكلش وقاعد يشوف القوري عنده خزرة قبيحة وسي شيخة يتجان عطاب خزرة القوري عجبته الخزرة هذه شاف القومي قالوا سي بون اديه هذا يجوز هذا يروح معنا لألمانيا يجوز فليبك تحبط راسك ما راكش على الحرب ولكن فرنسا الوقت اللي كانت في حرب مع ألمانيا كانت ما تخيرش الناس اللي يروحوا إلى ألمانيا كانت تدي كل الجزائريين إلى ألمانيا باش يحاربوا كانوا يخيروا وكانت معادتهم بالاستقلال إذا جابت هي إذا ربحت هي على ألمانيا إيه صح مي كانوا صح هو كي خيروه هنا خيروه باش يكون قيادي في الجيش ولا كيف نو باش يكون كما يسميه الفرنسيس اون شيغ كانون اللحم تاع يدخل فيك رصاص يقول لك يدخل فيهم رصاص الجزائريين ولا القور قال لك كي وصلنا 1942 حنا اللي كنا نقابلوا كانوا اذرع بشريه كانوا دايرين يقابلوا النار يعطيك الصحه قال لي الرصاص كان يضرب فينا القور كانوا بعاد من اللور سكون ابيل اون شيغ كانون هو كان جندي عادي في الحرب والو قال لي يا با دغراد تيغايور هذا هو الاسم تاعهم 250 الف جزيريين ركبوا في البوابر اللي جاو في خميس مليانا بالعباس باسكو يا دو ديباركومون في وهران لو سون دو تري بالعباس وجزائر خميس مليانا البوابر يسناو في لو بور دالجي لابي دونك يا دو ديبار واحد من لو بور تاع وهران والاخر تاع الجزائر هادو راحوا لالمانيا باش يحاربوا نو راحوا لو سود ايطالي لو سود ايطالي ايه لو سود ايطالي نابل ايه باسكو الجيش الالماني كان حاكم لوروب كامله كان مستعمر اوروبا كامله هذا كان في عمره 21 سنه كان اكزاكتومون 22 كان في عمره 22 سنه 22 ايه 1942 ابقى في المانيا مده 3 سنوات حبس وصلوا ركبوا في البابور 18 سوايع نافيغاسيون وصلوا جنوب ايطاليا نابل اللي نزلنا في مونتي كاسينو مونتي كاسينو مدوا لنا السلاح الرصاص اي لو بالوشون الماكله تاعك وهذو ما دربوهمش عطاوهم هكذاك لا دربوهم في الاول دربوهم شهرين ايه. قال لي مي سايتي رابيد خفيفه قال لي على السلاح على كيفاش يرموا بالسلاح كيفاش تحكم كيفاش دابور لو روديمون ميليتير كما يقولوا بالفرنسيه باش تعرف كيفاش الجيش يتمشى كيفاش ادغار دوف الاعلام تاع فرنسا كيفاش تعقل الجرادات لو مانيمون دو لارم لو مانيمون دو لارم كيفاش تيري كيفاش حصون الوغ كي نزلوا المونتي كاسينو قال لي الرصاص بدا قال لي ما كناش عارفين ما كانوش ما بين كي حبوا يدخلوا في الجيش الفرنسي وكي وصلوا تماك اون فاس الجيش الالماني كلش تبدل انخلعوا الريسان يطيروا شفت هذاك الفيلم يفوصل يفوصل لو سولدا غاين
ستيفن سبيلبرغ كي الامريكان نزلوا اون نورماندي اون 1944 شفت لا سنه ديك او غالوندي واحد يطيح دراعو يطير قال لي سي دو فينومين قال لي سمانا ودنينا يصفروا اون ايتي شوكي لكن الخدعة السينمائية لكن الخدعة السينمائية تاع الأفلام ماهيش كما الواقع أكثر هذه خدعة سينمائية هذه لا لا الفيلم الفيلم الأمريكي لوترونج كان كان عبارة لا 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 مدولك رؤية كما كانت في كما كانت نعم بالحرب الألمانية ولاش عم بالك الحرب راحوا لكن هذه هي الحرب حرب هذه الحرب انت تنتظر في الحرب انك تحيا تنتظر يمدولك الورد تنتظر الموت بيان سور كملوا حرب المانيا كانوا حتى حاجه في حرب لو 24 ديسمبر من مونتي كاسينو جالو بايطاليا اربع سنين باش وصلوا لا باتاي دو ستراسبورغ طلعوا الطليان وداروا على اربع سنين ثلاث سنين ونص ثلاث سنين هذا ما كانش حرب 200,000 كان يمشي كان يمشي او كان يحارب كانوا يتمشاو والحرب ما كانش كاينه لا كانوا يتمشاو ويحاربوا من جنوب ايطاليا الالمان كانوا مستعمرين اوروبا والطليان كامل يفو با بلي كو موسوليني حل لهم البلاد موسوليني سانس كان داخل مع هتلر هتلر نعم دونك هما كي ما حكالكش كيفاش كان الاستعمار الفرنسي يرمي بالجزائريين الى الموت نحو المانيا بيان سور حطوهم كيفاش كان يرمي بهم كان يديرهم واجهه واجهه بشريه وخلاص هذا ما كان الضربات جاي في الجزائريين من مونتي كاسينو قال لي فهمت قال لي بيان والافريقيين ثاني كانوا معاهم بيان سور من كل الدول كل الدول اللي كانت مستعمرتها فرنسا كانوا كلهم يحاربوا في المانيا كانوا جزائريين لا الجزائريين لانه كانت معادتهم باش ما نرجعوش لكلام كانوا شويه المراركه وعلاش المراركه ستان بروتيكتورا فلي باك يقتلوا بزاف المراركه المراركه داو 50,000 50,000 والجزائريين 250,000 والافارقه وتاع السنغال 50,000 قال لي حنا الكثره قال لي وعلاش قال لي حنا ما عندنا اوكان ستاتيو استعمار شامل اقتلوا المراركة لكن فرنسا كانت تقول باللي الجزائر هي جزء من فرنسا يسمى ولاية من فرنسا هذا كلام مدام أنا ولاية من فرنسا إذا لازم تحفظ لي الحقوق انت كما تحفظ أي دولة الهواء والريح البحري كاش هذا في الكتيبة مي دون لا رياليتي ارمي يفو لو ساكريفيي السيد 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 سليمان دهيلس رحمه الله لما حكى لك انت كابنه كي حكى لك على حرب المانيا كيفاش حتى ما ماتش هو وما ماتوش ناس بزاف في المانيا هذا راك تدخل في علم الغيب لا لا حاشا ولله ولكن هل ما حاربوش هل هربوا لما وصلوا ذما هل هربوا ما عندك ما تهرب دابور كان في 161 باتايون وحده 161 لانه كاين اللي كان رايح لانه كاين اللي راح من الجزائر الى المانيا لما وصل ثم المانيا هرب ما حاربش عندك محمد سعيد سي ناصر من هذوك فكرتني في حاجة قال لي كي وصلنا الطليان وطلعنا النص تاع الطليان قال لي سمعنا لا فيغماخت لا فيغماخت هو الجيش الألماني الجيش الألماني يتكلموا بالفرنسيسة والعربية والقبيلية واش يقولوا لهم فرنسا راهي مستعمرة فيكم فرنسا راهي تقتل فيكم كما قلت لا شيراكانا البشرية وعلاش تقعدوا مع فرنسا اروحوا معنا نحربوا فرنسا تعاونونا باش تديو الاستقلال هذه شفع عليها قال لي قالوها بالفرنسيسة قالوها بالعربيه وقالوها بالقبليه قالوا ولكن ما راحوش معاهم ولكن ما راحوش الى المانيا كاين واحد يسمع به سي لو كوموندون محمد سعيد محمد سعيد واللي من بعد ولا من القياديين في الـ في الـ في, الـ في الجهه الاولى وفي الجهه الثانيه وفي الجهه الثالثه وكان من بين الناس اللي حاربوا مع المانيا اللي من بعد الكترة قادوا خافوا قال لك اوح خافوا لانه فرنسا تخسر خافوا المانيا تخسر الحرب لا ديجا كانت حرب كانوا اوكي اوكي ما حبوش يملوا قال لك نروحوا نمشي شويه في الحوار نمشي شويه في الحوار بعد ما كمل حرب المانيا بقي في فرنسا ما بقاش في فرنسا لا بقى في المانيا ما تلقوهمش لو 845 8 ماي 1945 ما تلقوهمش شدوهم عام بعد ما فرنسا هي اللي حكمتهم عام
حكمتهم عام. وعلاش فرنسا لي عاشوا لي سلكوا حبت تبعتهم اون اندوشين لا باتاي ديان بيان فو كانت تمجد لو دوزيام شون باتاي واللي ماتوا الله يرحمهم يفو لو دير 200,000 الجيريان سون تومبي من جنوب ايطاليا مونتي كاسينو لا باتاي دو ستراسبورغ 24 décembre 1944. Allez, on a libéré la France. Bon, il y avait le Maroc, il y avait les Algériens, les Sénégalais. Mm-hmm. C'était le commandement qui a dit le général Eisenhower. Le bois les refdohom, c'était les bateaux anglo-américains, t'es américain ou l'anglaise. France a maquant, j'ai un bois. ما كانش عندها بوابر لانها كانت خسره حرب خسره في 1947 1948 حتى 1950 وين كان سيد رحمه الله على ليبراسيون دو لوروب كي كسلو هتلر الجيش النازي حطموه لو 8 مايو 1945 هما ما كانوش سامعين واش صرا في خراطه ستيف قسنطينة لي زيفانمون لي زيفانمون تاع ما سمعوش بهم 8 مايو ما سمعوش بهم فرنسا ما تلقتهمش باسكو كانت تاكله تديهم سور لو سكوند سور لو دوزيام شون دو باتاي لاندوشين لاندوشين حرب لاندوشين هو ما قبلش صحابو قبلوا كاين اللي قبلوا كاين اللي ماتوا الكثرون بعد ماتوا كامل لاندوشين ما عليناش مي شدوهم حتى لو ديسمبر 1946 قال لي شدوني de la libération حتى من ديسمبر 1946 سيد علي دهيلي ستحدثني ولكن بعد ان ناخذ فاصل اشهاري ستحدثني على ما بعد 1946 ابقوا معنا مشاهدينا الكرام لكن بعد فاصل نعود اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى سيد علي دهيلي توصلنا الى سنه 1946 اكمل القصه كي خلصت الحرب كي حطموا الجيش الالماني شدوهم قال لي يومين بعد لو 8 مايو 1945 نعم واش صرا القتيلة كي فرنسا قتلت الجزائريين 40,000 جزائريين طاحوا اللي خرجوا باش يطلبوا الحريه تاعهم الحقوق لو 8 مايو 1945 لي زيفالمون 8 مايو 1945 ستيف خراطة الشرق الجزائري قال لي قتلوهم كامل قال لي حنا مازال ما سمعناش ما كانت لا تلفزيون لا تليفون يا في غير قال لي ميم الجورنال ما كنا نشوفوه قال لي دونك شدونا اون بلان المانيا Osbat, c'est une ville en Allemagne. Qu'elle est caserne. Qu'elle est une haute slash. Qu'elle est une mafia. Je vois une haute slash. Humain, après le 8 mai 45, le Maroc, qu'en a-t-on slash? Les Sénégalais, qu'en a-t-on slash? Les Américains, les Anglais. Qu'elle est rien. Nous Zériens, une haute slash. Où qu'on a, une haute le fameux. Qu'allez-je? Qu'allez-je? On s'est tous posé la question. Allez-je? ورتنيك كانوا يشكوا فيهم كانوا خايفين كانوا خايفين كانوا خايفين انهم سمعوا 1945 ايوه يسو سون سونتي مورفو كما يقول كان خايف دونك داروا زبله وكانوا خايفين يسمعوا بهذا الاقتلال اللي قال لنا حولنا اصلاح رجعوه لنا شهر شهرين كي شافونا كي لي غيرنا وهما شهر شهرين ما فهموش ما سمعوش كانوا اون المانيا دعوة مازال قيرة الحرب العالمية الثانية خلصت 1948 ما حبستش لكن كان عندهم وسائل باش يسمعوا كما الجزائريين سمعوا حابس سمعوا في فرنسا الناس سمعوا في فرنسا مي في ألمانيا يافي با انكور دو كوميونيتي ألجيريان كانوا لي زالمان كانوا أتراك لكن ليزالمون الالمانيين كانوا يخبروا الجزائريين ماشي يخبروا على بالك كانوا برا حتى واحد ما يهدر قال لي تو انا كنا في كازيرنا اون ايتي دون دي كازيرن فرونسيز اون المان قال لي ما سمعناش دونك هما كانوا حابين يديوهم لاندوشين نعم هو سليمان دهيلس ما حبش قال انا يلا مار حقرنا الضربة جات فينا دو مونتي كاسينو جوسكا لا ليبراسيون قال لي هما ملور باي يفوني زعما مي لا بليبار دو تون قال لي الضربة جات فينا 200,000 جزائريين طاحوا دي حطها اكتبها مليح في راسك وما قالوهاش يا اخي استعرفوا هما بالحرب الكبرى لا غير 14-18 في وقت جاك شيراك جو كوا داروا واحد لا ستاتيو في فيردان اعتراف استعرفوا ب
الجزائريين اللي ماتوا وكما جدي لي دونك مونتي كاسينو الاخر مازال 200,000 قتيل في حرب المانيا وي 200,000 جزائريين طاحوا استشهدوا لكن في التاريخ ولا احد كتب بانه 200,000 شهيد بيان سور هذا ما قاله لك سليمان دهيلز قال لي كنا 250,000 سي غيا 200 شوف وشنو 100,000 تروح ستاد 5 جويت عمرو ب 80,000 ستاد 5 جوي راهو غير لكن 200,000 قتيل وي هذا بشر سي غيا كثير هذا راك عارف شحال ماتوا في الحرب العالميه الثانيه كثير هذا في الحرب العالميه الثانيه شحال ماتوا 1939 حتى 1945 وقتاش بدات الحرب العالميه الثانيه 1939 نعم خلصت 1945 شحال ماتوا كامل لي نازي جزائريين ام كامل كل العالم لي ميميسفير نور الالمان في الوسط الروس في الفرون دو ليست الامريكان والانجليز ديباركاو في البحر المتوسط البحر الابيض المتوسط ومن بعد نورماندي لو 6 جوان 44 لي فرونسي داخلين فيها لي نور افريكان شحال ماتوا لي انجلي لا مور دو تو لو لي ساكريفيي 60 مليون سي محمد 60 مليون قول لي هذه ماشي مكتوبه راهي مكتوبه اون روج لا دوزيام غير مونديال قتلت 60 مليون عباد 60 مليون 60 مليون في العالم 60 في المليون في العالم ككل مقبوله لانه لما تبدا الحرب تقتل كل شيء تدمر كل شيء ما لاوش لكن لما تقول لي فقط الجزائريين وحدهم مات 200,000 او 300,000 قتيل لا ماتوا لا 200 ماشي 300 200,000 الفرنسيين كم مات منهم الفرنسيين اقل بيان سور باسكو الجزائريين مات منهم 1000 مات منهم 100 مات منهم 500 ماتوا بصح ماشي كيما الجزائريين الجزائريين 200,000 وهذه مكتوبه في تاريخ الشيخ شافي 200,000 اي سي ريان دو تو 200,000 100,000 تعمر ستاد تاع 5 جويي كاسكو سي 100,000 ترميهم في في الكونتينون اوروبيان الطليان فرنسا لا كيما يقولوا سي دو بيبيتشا اوكي ما عليناش اوكي في 1947 خلاص 46 الوغ قرداوه حتى ديسمبر 1946 ايوا كانوا خارجين فيه كانوا يزيروا فيه باش يقبل باش يروح لاندوشين لكن هو رفض باش يروح عارف ما حبش قال انا ماشي الاسكلاف تاع فرنسا ما يحبوناش ما متش سلكت لها في هاد لا دوزيام غير مونديال شكون يعرف نروح لاندوشين نموت ما هو ما كانش خايف من الموت قال وعلاش نروح ولكن كل الجزائريين كانوا ما يقبلوش الحرب باش يروحوا لاندوشين لانه فرنسا وعدتهم وبعدين ما وفاتش بالوعد نو كاين اللي كانت تمد لهم القرادات ليوتنون كابيتان اللي كانوا يخدموا معها مي هل يطنوا اللي كان يطنوا جزائري كان هو هو المرتبه تاع فرنساوي كيف قريب وي مي الفرنس كان يحترمه نقدر نحكي لك واحد النقطه جاهم ان كابيتان كان الجيريان مي كان عنده قال لي حنا ما في با غراد حنا الغراد اولاش تيغايور معناتها تاع البندقيه تاع البندقيه نعم اضرب ارمي رصاص هذا ما كان ني لو برومي غراد دون اون ارمي سي كوا اسبيران سي قال لي هذا اسبيرون ما كاش قال لي كاين اللي يطلعوا اليوتنا اللي كانوا قاريين كابيتان سيتي لو ماكسيموم الحصول دونك هما حابين يشدوه لاندوشين ما راحش لاندوشين هو ما حبش هرب من عند فرنسا فوالا ما كيفاش داروا له قاعدين يزيروا له البولونات باش يقبل ما راكش قبل تروح تحارب بور لا باتري سا فو دير ما تحبناش ما لا قالوا له روح تنقي بيت الماء حاشا قدركم كان ينقي سونابيل لي كورفي دو شيوت حاشا سامعين بصح ما كانش عنده الخيار باش يروح لاندوشين ولا ما يروحش كانت فرنسا تقول لك تروح لاندوشين يعني تروح لاندوشين لا 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 كي درت كيستيون سؤال مليح قال لي اللي داروا ديجا ان شون باتاي يحترموهم سي دي كوموندو يستعر بك سلكت يطلب لك لافي تاعك نو هما حقيين
لو ريغلومون ميليتير هذا استعمار استعمار وي استعمار حقاني استعمار حقاني معاكسه النظريه لا 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 علاش ماهوش حقاني سيد خليني نكمل سي ان شون باتاي سي ان شون باتاي وما كانوش في الجزائر كانوا في اوروبا وكانوا في المانيا اوسبتات اوسبات سي اون فيل كازيرنا باسكو بعد لو 8 مي 45 الانجليز داو شويه الامريكان داو الروس الروس نعم الدنيا كامل دخلت في المانيا ومن بعد خرجوا كامل قعدوا الروس والامريكان الالمان دو ليست الالمان دو ويست دونك لا 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 كانوا يطلبوا لهم سينو وعلاش او كان يروح دونك ما كانوش يطلقوه اوكي 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 طلقوه لا لا كانوا يجيو يقولوا له اسكو حب تروح يقول لهم لا لا ما يقولولوش تروح الدرع يقولوا له داكور يزيلوا له البولونات يكنس لاباز يروح يغسل كما يقول لك ينقي حشاك بيت واجبات عسكريه خلينا واجبات عسكريه احكي لي من 47 حتى ل 50 بس عند كاينه نكته ملاح دونك هما كانوا خارجين فيه كانوا خارجين فيه وهو راسو كيما انت قبيلي دو دور دورا وي خارجين فيا دونك نخرج فيكم وي كل واحد يضرب سلاحه هما كانوا خارجين في الخدمه اكنس خلي بثمانيه سبعه تاع الصباح وانا نكنس سيتي لافاج دو سيرفو غير يقول لهم نروح لاندوشين يعطيو له ياكل سي دي كالكول حسابات مي هو راسو يبس والو ما نروحش سي فيني ما رانيش الاسكلاف تاعكم ما كانش يحبهم باسكو هما ما كانوش يحبوا الجزائريين يلو سونتي الحصن الوغ كيفاش واحد الخطره الكولونيل بعد ما يكنس قال له تيغايور سليمان تيغايور تو لي ماتان تضرب لي السراج في لي بوت لو كولونيل كان عنده واحد لي بوت يوصلوا له حتى ركيبو كان يطلع فوق العود قال له تو لي ماتان لازم نصيب لي بوت تاعي كانوا يقيسوا يا ربي ان متر كانوا يوصلوا حتى لهنا قالوا تضربهم بالسراج ولازم يلمعوا وكي نشوف روحي لازم تكون كل مرايا كان خارج فيه واش دار واحد الخطره سليمان الله يرحمه رحمه هذاك الكولونيل عنده العود وهذه هذه كازيرنا سي دي زكتار باسكو يافي بوكو دو فرونسي يافي بوكو دو الجيريان كان يجي فوق الحصان تاعو ولا سيل هذيك وين يقعد فيها كيفاش سمي لي مخدومه بالجلد سليمان واحد الخطره عمرها له بالسراج وهي كحله عمرها له بالسراج وهي كحله دونك السراج كحل ما بانش والغنب داك يافي اون سيريموني مع لي زونغلي ولا جات اون ديليغاسيون الامريكان الروس ولا جو سي با كانوا يافي دي كونتاكت بيان سور باسكو تفهموا على المانيا صافي لونتون لي زاليي كيما يقولوا المتآمرون لا المتحالفون المتحالفون الحلف ايه لي زاليي قال لي عمرتها له بالسراج هو ما شافش قال لي طلع فيها باش يروح لا سيريموني كي حب هو كان لابس ان كوستيم بلون سان كولونيل ان كولونيل دو كام كان حاكم توت اون دي باتايون كان عنده ان كوردون لو كيبي شغل لو جينيرال دو غول ركب ما كانش عارف لي كان سيراج فوق لا سال هذيك كي نزل منها صاب لا ديليغاسيون الامريكان سروالو من اللور ولا كحل قطران وجنود وشيفان يترقوا بالضحك ترقوا بالضحك يدوروا ري سانهم والشيخ كان مخبي في الكوزينه في لا كونتين ويضحك هو كانوا خارجين فيه هو ضربهم بسلاحه سي اون فانجونس انا نخرج فيك وانت وانا نرجع حالك ها دونك شكوا فيه باش شكوا فيه قالوا دوك نديروا له فخا اون فا لو بيجي باش نحكموه هذا سليمان باسكو عرفوا بلي حشايشي هما كانوا يعترف كانوا يستعرفوا به كيما كامل اللي عاشوا الحرب باسكو تو سي باش تعيش تسلك فالي تكون دي غوردي باش تعيش اه وي اللي ماتوا الله يرحمهم مي دون اون غير تو اي ها بون تقول لي المكتوب سي فري كاينه
mais là, il faut être vigilant. Hein, لازم تضرب. Donc comment c'est pour ça que حبوا يديوه للاندوشين. قالوا له نديروا نفخه بعد هاد ال واش داروا له؟ قالوا له دوك تكنس الطم حاشاك الاخبار تاع العود. ما كانش واحد كان 10 عواد. لا كروت دو شوفال لوسخ ازان كما يقولوا. دونك الكولونيل جا il avait dans le colim il a mis dans le collimateur قال له كان كان حلف عليه مي كان شاك فيه سبب يكنس كان غير يكنس جا الكولونيل تيرايور رامس لا كروت دو شوفال كم الاخبار تاع العود راك فاهم شنو الاخبار بابا شافو دم الراسو حوس على البالا قالو نو برون با لابيل باين الكولونيل كان محرش فهم حاجه قالو تيرايور رامس لا افيك تي مان ارفدها بيديك بابا فهم خلاص كون ابل اون موسيون دو ديفيونس هنا راك تعرف فيا هنا راك تحوس عليا اعطى بخزره قال لي جي فيو قال لي الكولونيل دبال قال لي عطيتو بواحد الخزره باسكو هو عنده خزره قبيحه قال لي قالو رامس لا افيك تي مان قال لي رحت رفتها غير رفتها ونرميها له على وجهه قال لي رميتها له على وجهه وجاو الجنود اخ خود خود داوه دو موا تكاشو دو موا دو كاشو خلاوه بتري كتبو باتوغاس لو تري لكن التعذيب هذا كان على كل الجزائريين وعلى بيان سور دوك راني نحكي لك انا لو باركور تاع الشيخ وش اسرالو بيان سور اسرال الجزائريين كامل ماشي غير هو بصح خلينا نمشي شويه في الحوار انا اعطيتك الحريه باش تحكي كما تبغي كيف فهموا بلي راسو خليني نسالك بعض راس صابو يا غيانا غاتي زقاو له قالوا ما تحبش تجي معنا قالوا له تيان بون ليمون حبينا نديوك الخزره تاعك مليحه تيان باغودور راك سلكت باسكو تيان بون باغودور ان بون تيرايور قالوا ندخلوك تولي تكاجي معنا وكلش يتحسن درهم لا بورس الكراد هو راسوس هو كي ياخذ اون ديسيجن تلقوه لو 24 ديسمبر 1946 تلقوه جا الجزائر ما بالعقل يا حاجي راح لفرنسا توحش الكسكسو ما كلاش الكسكسو دوبي لونتون من 41 راح البرباس خاوتو راهم تماك في المانيا كانوا جزائريين ما كانوش بزاف لكن فرنسا كل جزائر وي يعني كل كوميونيتي راح البرباس سي لا بروميير فوا وين يحط رجلو في برباس قال لي دخل كاركوطه الكسكسو الدواره اللوبيا قال لي حييت صاب جزائريين صاب الناس لا بلده. لما رجع لفرنسا كانت كاينه ما يسمى بوحده الثوره من اجل التجهيز الى ثوره التحرير الكبرى هل كان هو يعرف باللي كاينه ثوره جزائريه ولازم يروح باش يكون لان رانا نتكلم على قائد هنا راه نفس 47 هنا تلقوه ديسمبر 1946 دونك دخل لفرنسا جانفيي فيفريي 47 وصاب الحزب الكبير النضال حزب الشعب تاع مصالي الحاج انضم هو لمصالي الحاج حبس دونك قال لي جي في لا كونيسونس تاع ناس تاع بلاد القبائل والشاويه تاع كان عنده صحابو شلغوم العيد دو لا فيل هذيك اوك سنتينا بغيف قالوا له شكون انت قالوا انا شو من هذوك اللي راحوا حربوا مع لي زونغلي لي زالم لي امريكان اي لا فرانس لي نزلوا المونتي كاسينو ما كانوش بزاف باسكو الكثره ماتوا قالوا احكي لنا بغيف هاو نهار يجيب نهار سمعنا دونك صاب خدمه راح يخدم في لوزين سيمكا ا نونتير دونك هو نزل دون لا فيل دو روميرمون هي اون فيل جايه في الحدود ما بين فرنسا والمانيا خدم دابور لهيك ومن بعد كان يروح الباريز باش يوصلوا له الخبرات وراك فكرتني هناك وين سمع لي زيفالمون تاع لو 8 مي 45
لي 40000. هنا وين دير لو باغال هنا نعرف باللي الوقت اللي نحولهم لهم السلاح فوالا عام من بعد قال صافي تيك دون سا تيت قال على بها نحولنا سلاح يومين بعد هذا لو 8 مي 45 قال راني فاهم دوك قاعد يخمم قال ولاد الحرام باسكو السلاح خلاوه عند المراركة الناس كامل الجيوش كامل كانوا مسلحين قال لي غير حنا تزيريين قال لي يشوفونا دو ترافير كي اللي كانوا خايفين منهم قال لي مي حنا ما كناش فاهمين يا في با تيليفزيون افون يا في با جورنال ولكن هذا اللي شارك في الحرب الالمانيه وهذا اللي وصل باش يضرب قائد اركان ثم باش يضربوا بالوسخ نتاع العود يعني اكرمك الله هذا انسان تخاف منه فرنسا كيفاش حتى خليته تلقاته يروح لا لا باسكو شافو يا ريان ا غاتي خلاص هما ماشي سامتين ليزون دي بسيكو قالوا ما نشوف كيفاش سامتين لو كانوا مهم سامتين مش خلنا نصهم مستعمرين الجزائر وي هما زين مستعمرين الجزائر الوقت هذا كان حرب خلصوا حرب واحد الحرب العالميه الثانيه كانوا يوجدوا في حرب جديده ثانيه ما راحيش يحبسوا في جلسة سليمان ديلس قعدوا معاه عام صابوا شافوا السيد ما حبش يجي ايا اترخوا كما قال ان انضم الى حزب الشعب لما انضم الى حزب الشعب وشي بلد وشي القيمه اللي اعطاها حزب الشعب ما زال سليمان هيلز بونس البي بي ا ام تي ال دي تاع مصلي الحاج هو بداها في العشرينات لي توال دافريك دو نور نجمه شمال نجم شمال افريقيا قال لي كانوا يهضروا قال لي تزيريين كامل وناس بلادو تاع جرجره سيتي توس دي ميساليست نهار يجيب نهار دونك هو يخدم الصباح وفي العشوه يروح القهوه هذيك ابغباس ولا دون لا فيل روميرمون ويسمع هاو تلاقى واحد اسمه بالقاسم كريم بالقاسم ما ماشي كريم بالقاسم لا 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 بالقاسم شكون هذا بالقاسم ما عرفش من اهضر معاه قالوا شكون انت قالوا موج سليمان دهيلس قالوا انا جو سوي ان تيغايور من هذوك اللي نزلوا المونتي كاسينو لا دوزيام غير مونديال لا كومبان ديتالي اسميوها قالوا جوستومون قالوا رانا نحوسوا الناس كيما نتوما قالوا وعلا قالوا نقدم روحي انا بالقسم من فور ناشونال ولايتي زيوزو قالوا انا هو المسؤول تاع البي بي ا ام تي ال دي دون توت لا فرانس وخاصة en Ile-de-France Paris قالوا je suis le représentant du PPA MTLD قالوا enchanté متشرفين بك قالوا بابا très bien قالوا ما لا شفت تاعكم قالوا سي مصلي الحاج قالوا حكينا على الحرب قالوا حرب كما حرب الاخرين قالوا سلكت ولا راني قالوا انا besoin de عباد كيما نتوما بور لي زوبيراسيون سوبفيرسيف حنا حزب رانا طالبين الحريه حقوقنا عند لكن حزب الشعب في هذا الوقت بالضبط في 1947 48 كان يحوس على الناس اللي عندهم خبره في السياسه والناس اللي عندهم خبره في الحروب انت باباك كانت عنده خبره في الحرب ما كانش عنده خبره في السياسه بيان سور دونك قالوا انشونتي بالقسم كان فرحان مام هضروا بالقبيليه قالوا سي لا بروميير فوا اللي نتلاقى بان تيغايور قالوا احكي لي دونك واش حكيت لك من قبيله تاع حكاها له تاع العود تاع كثير حكايات حكاها له اوكي باسكو ما شافوش ومن بعد دخلوا في هل سليمان هيلس اللي هو العقيد الصادق هل التقى برئيس حزب الشعب اللي هو لا جامي راني جاي شافوا من بعيد دون زان ميتينغ سيد علي دهيلس اللي كي لا تعاد الحكايات باش ما نعاودوش نحكيو حكايات جديده نمشيو شويه في الحكايات انا اعطيك كل الوقت واعطيك في راحتك يعني احكي الحكايه كما ينبغي لانها ستجسد في التاريخ لانه السيد سليمان دهيلس لم يتحدث الى تلفزه ولم يتحدث الى اذاعه لم يتحدث لاي كان وان كان هو كان عقيد وكان قائد من قيادة الثورة التحرير الكبرى قالوا شكون هذا صالح الحاج بابا كان حاب يدخل كان وكمل شعلة فيهم النار سيد علي دهيلس أنا سأتوقف معك في البرنامج الأول من الحصة الأولى من هذا برنامج شخصية ومسيرة وسنتحدث في الحصة القادمة
عن انصار الحاج وعن ظروفي، كذلك سليمان دهيلس وهو موجود في فرنسا. أما أنتم مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي، أنا محمد طه الحاجي والطاقم المرافق إلي، إلى اللقاء في موعد لاحقا. برنامج شخصية ومسيرة.